تحية طيبة وأهلا بكم من داخل مجلس النواب العراقي. جلسة البرلمان لهذا اليوم تحتوي على 6 فقرات. أبرز الفقرات الموجودة في هذه الجلسة هو التعديل الأول لقانون الأحوال الشخصية، وكذلك القراءة الأولى للتعديل الثاني لقانون العفو العام. طبعا قانون العفو العام اندرج على جدول الأعمال لهذه الجلسة بعد تقريبا سنة من إرسالة من قبل الحكومة العراقية وسط ضغط شعبي وسياسي لإدراجه على جدول الأعمال ووجود مخاوف من وجود عرقلة سياسية لتمريره، مع استمرار تأثير غياب رأس السلطة التشريعية على سير التشريعات داخل البرلمان.